ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أوردت جريدة المساء في عددها اليوم الأربعاء أن السلطات المحلية بمدينة طنجة قررت تمديد عمل المقاهي إلى غاية الساعة 11 بدل 10 ليلا، فيما تم تمديد عمل المطاعم إلى غاية منتصف الليل بدل 11 ليلا. كما سمحت السلطات للمواطنين بولوج بعض المنتزهات التي كانت مغلقة في وجه العموم، مثل حديقة فيلا هاريس ومنتزه بيرد كاريس، وشرعت بعض النوادي الرياضية في استقبال منخرطيها. وجاءت هذه القرارات لتواكب التحسن الذي شهده الوضع الوبائي بمنطقة الشمال على وجه العموم ومدينة طنجة على وجه الخصوص، حيث نزل مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في مدينة طنجة إلى ما دون 5 إصابات في كل 100,000 نسمة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.